أهلا بكم من جديد. بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر بشأن توفير الأمن الغذائي لمملكة البحرين وبالأخص في شهر رمضان المبارك، اجتمع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني برئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبد الله ناس بحضور عدد من كبار المسؤولين في كلا الجانبين للعمل على تنفيذ توجيهات سموه بوضع الآليات الممكنة لضمان توفير السلع الغذائية، وخصوصا مع اقتراب الشهر الفضيل، والوقوف على أي عقبات أو تحديات يواجهها الأمن الغذائي، بالإضافة إلى جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. عقد بنك البحرين الإسلامي جمعيته العامة العادية وغير العادية بنجاح، وذلك في الاجتماع الذي أجري عبر تقنية الاتصال بالفيديو. واعتمدت الجمعية العامة العادية توصية مجلس الإدارة بتوزيع صافي ربح قدره 6,213,000 دينار للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر لعام 2019، عبر تحويل مبلغ 621,000 دينار إلى الاحتياطي القانوني، وتخصيص مبلغ 328,000 دينار لصندوق الزكاة، بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 250,000 دينار للتبرع للأعمال الخيرية، وتحويل مبلغ 5,013,000 دينار إلى الأرباح المستبقى. عقدت شركة البحرين لمطاحن الدقيق المطاحن اجتماع الجمعية العامة العادية عبر وسائط الاتصال المرئي إلكترونيا، وذلك حرصا على سلامة الحاضرين وضمن مسؤوليتها تجاه المجتمع. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية قدرها 248,256 دينارا على المساهمين للسنة المالية المنتهية في 31 من شهر ديسمبر لعام 2019، بما يعادل 10% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 10 فلوس للسهم الواحد. كما وافق المساهمون على تحويل المبلغ المتبقي بقيمة 1,582,000 دينارا إلى حساب الأرباح المستبقى. والآن نترككم مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لهذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين. فقد أقفل مؤشر البحرين العام على تراجع نسبته 0.9%، مغلقا التداولات عند مستوى 1318 نقطة، وذلك عائد لانخفاض مؤشر قطاع البنوك التجارية وقطاع الاستثمار. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 1,850,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 273,000 دينار تم تنفيذها من خلال 57 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الخدمات. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية، فنلاحظ أن جميع البورصات الخليجية قد أغلقت على انخفاضات متفاوتة. ونبدأ بسوق أبوظبي للأوراق المالية التي أغلقت عند مستوى 3,969 نقطة بانخفاض بنسبة 2.81%، لتكون الخاسر الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. وبالنسبة لسوق دبي المالي، فقد أغلقت عند مستوى 1,887 نقطة بانخفاض بلغت نسبته 1.41%. وبالنسبة لسوق مسقط للأوراق المالية، فقد أغلقت عند مستوى 3,483 نقطة بانخفاض بنسبة 0.47%.
أعلنت إمارة أبوظبي إصدار سندات سيادية متعددة الشرائح في الثامن من أبريل الجاري بقيمة إجمالية بلغت 7 مليارات دولار، جاذبة اهتماما قويا من مستثمرين دوليين. ويعد الإصدار جزءا من استراتيجية أبوظبي متوسطة الأجل الهادفة إلى تعزيز هيكل رأس مال الإمارة، فيما يعكس الإقبال الكبير ثقة المستثمرين المستمرة بالمكانة الائتمانية الراسخة للإمارة. وتوزعت السندات السيادية على 3 شرائح، هي شريحة بقيمة 2 ملياري دولار لمدة 5 سنوات، وشريحة بقيمة 2 ملياري دولار لمدة 10 سنوات، وشريحة بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 30 عاما. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين، وفيها بعد قليل: الاتحاد الأوروبي يعلن حاجته لمساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو. سمح للمستوردين والمصنعين في الولايات المتحدة بتأجيل المدفوعات على رسوم جمركية للعديد من السلع المستوردة لمدة 3 أشهر لتخفيف المصاعب الاقتصادية. وأشار وزير الخزانة الأمريكي ستيفن مينوتشن إلى أن هذه الخطوة تهدف بشكل رئيسي إلى حماية الوظائف الأمريكية ومساعدة الشركات والأعمال على مواجهة تداعيات فيروس كورونا. تخطط حكومة اليابان تعزيز برنامج التحفيز الاقتصادي الجديد بنسبة 8% إلى 1.1 تريليون دولار لتمويل مدفوعات نقدية من أجل تخفيف المعاناة جراء تفشي فيروس كورونا، حيث يرفع هذا التغيير التكلفة التي تتحملها الحكومة لثلاثة أمثالها، أي 12 تريليون ين من 4 تريليونات، وسيزيد الاقتراض الإضافي أعباء دين الدولة الصناعية صاحبة أكبر دين عام في العالم، إذ يتجاوز مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ 5 تريليونات دولار. لجأ رجل أعمال روسي إلى حيلة غريبة للهروب من ملل العزل المنزلي في وقت يقبع فيه ملايين الروس في منازلهم على خلفية جائحة كورونا التي تجتاح البلاد. وتمثلت الحيلة في العمل كعامل لتوصيل الطلبات إلى المنازل مقابل متوسط أجر يتراوح ما بين 13 و20 دولارا في الساعة، في وقت يبلغ فيه دخله السنوي من نشاط الاستشارات الذي يمتلكه نحو 2 مليوني دولار سنويا بحسب شبكة ABC نيوز الأمريكية، وذلك بسبب رغبته في التخلص من الشعور بالملل. انخفضت أسعار النفط الخام الأمريكي بشكل حاد إلى أدنى مستوى لها منذ عام 1999 بسبب انخفاض الطلب وسط جائحة فيروس كورونا. وتراجعت أسعار النفط الخام الأمريكي في التعاملات الآسيوية بأكثر من 20% دون 15 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 21 عاما، على الرغم من اتفاق في وقت سابق من هذا الشهر بين دول أوبك بلس لخفض الإنتاج بمقدار 9,700,000 برميل يوميا في شهري مايو ويونيو وفقا لوكالة الأنباء الألمانية. أوضح مفوض الاقتصاديات في الاتحاد الأوروبي باولو جنتيلوني أن مساعدات بنحو 1.5 تريليون يورو قد تكون ضرورية لمعالجة أزمة فيروس كورونا. وقال في تصريحات لصحيفة دير شبيغل الألمانية أن مجموعة اليورو قدمت مقترحات لمساعدات تتجاوز 500 مليار يورو لتمويل الرعاية الصحية والأعمال العاجلة ومساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة. بهذا يتبقى 1 تريليون يورو على الأقل، وهذا تقريبا القدر الذي يحتاجه للتعامل مع الوضع الحالي.